أهلا ومرحبا بك، تحياتي بك وبالسادة المشاهدين مشاهدي قناة اليوم. هذه لا تعتبر تهديدات، وإنما استمرار بالنهج العدواني والنهج الإقصائي والنهج الإجرامي الذي يتمتع به وينتهجه الاحتلال التركي في الأراضي السورية أو في شمال شرق سوريا وحتى في شمال غرب سوريا، من حيث سياسة التغيير الديموغرافي وسياسة العدوان عبر الطيران المسير. ما حصل في 31 من الشهر المنصرم أو يوم أمس يوم الجمعة حول استهداف بعض النقاط أو بعض الأماكن المدنية واستهداف المدنيين ومحاولة أيضا استهداف العسكريين، هذا يعتبر فشل سياسي وفشل عسكري بالنسبة للاحتلال التركي. هذه السياسة يعني سيدتي الكريمة هي سياسة فشل ذريع بالنسبة للاحتلال التركي، هو يقف عاجزا أمام تطلعات الشعوب وما تتمتع به شعوب إقليم شمال شرق سوريا، والعمل على التحضير للبدء بالانتخابات المزمع عقدها والبدء بها في 11 من هذا الشهر هي ضربة موجعة للاحتلال التركي حقيقة. يعني هذه الجوانب تعتبر أساسا ديمقراطيا بالنسبة للشعوب ومكونات إقليم شمال شرق سوريا. وفي هذه النقطة أستاذ حسين لو تسمح لي، حضرتك قلت أنها ضربة موجعة للنظام التركي، ونحن نتساءل يعني هذه الخطوة الديمقراطية الداخلية البحتة بقيام إقليم شمال وشرق سوريا بإجراء انتخابات بلدية هي لخدمة المواطن داخل إقليم شمال وشرق سوريا، ما الذي يزعج النظام التركي في هذه الخطوة؟ نعم سيدتي الكريمة، محاولة إطالة أمد الأزمة السورية وافتعال الفتن بين الأطراف السورية سواء كانت الإدارة الذاتية الديمقراطية أو الحكومة السورية أو حتى الأطراف جميعها المتنازعة في سوريا هي ضمان لاستمرار النزاعات وضمان لتطبيق المشروع التوسعي التركي في سوريا وحتى الشرق الأوسط عبر البوابة السورية. لذلك هو لا يرغب في حصول انتخابات ولا يرغب في يعني شعوب شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية الديمقراطية العمل على بدء تطبيق الديمقراطية وتنفيذ مواد ميثاق العقد الاجتماعي من خلال الشعوب التي أنتجت هذا الميثاق الذي يعتبر بمثابة دستور لمكونات إقليم شمال شرق سوريا. الاحتلال التركي لا يرغب بنشوء مثل هذه الحياة الديمقراطية التي تتمتع بها شعوب إقليم شمال شرق سوريا، لذلك هو يستهدف كثير من المناطق ويلجأ إلى سياسة التهديد والوعيد والقصف عبر الطيران المسير. واستهداف يوم أمس استهدف أماكن في شمال شرق سوريا أدت يعني استهدف فيها المدنيين، وهو ليس المرة الأولى، هناك عدة مرات سابقة يستمر الاحتلال التركي بالنهج العدواني والنهج اللا أخلاقي وممارساته التعسفية بحق الأمن والاستقرار والحياة التي تعيشها مكونات إقليم شمال شرق سوريا. لذلك الاحتلال التركي يحاول دعم استمرار الأزمة السورية، يحاول إبعاد الأزمة السورية عن الحلول التي تلبي تطلعات الشعوب السورية سواء كان من خلال المشروع الديمقراطي الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي أثبت ذاته، وشعوب إقليم شمال شرق سوريا الآن تقوم بهذه الانتخابات وتعمل على تطبيق هذه الانتخابات، وهناك صفا واحدا وتكاتف مجتمعي وحياة تشاركية وتعايش مشترك للشعوب إقليم شمال شرق سوريا. هذه كلها ظواهر هذه تغضب وتغض مضجع الاحتلال التركي، لذلك هو يعتبرها يعني عائقا أمام تنفيذ مشروعه التوسعي العثماني في الشرق الأوسط وسوريا تحديدا. نعم، سؤال أخير يا أستاذ حسين، يعني نحن نعلم أنه النظام التركي له توجهات عدائية مع مناطق شمال شرق سوريا والوجود الكردي هنا، ولكن بالنسبة للحليف لقوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش الولايات المتحدة الأمريكية التي أيضا كان لها موقف ربما نستطيع أن نقول أنه كان متناغما نوعا ما مع ما تروج له تركيا، لماذا برأيك جاء هذا الموقف الأمريكي بهذا الشكل؟ سيدتي الكريمة، يعني الاحتلال التركي هو من قوائم دول الناتو، لا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترتهج سياسة استراتيجية بالنسبة لمواقفها الإقليمية مع كثير من الدول سواء كانت الاحتلال دولة الاحتلال التركي أو حزب العدالة والتنمية أو حتى روسيا أو حتى الحكومة السورية أو حتى إيران. هذه دبلوماسية أو سياسة أمريكية تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك
نقول نحن، أنت قلت بأن الاحتلال التركي يعمل على معاداة الشعب الكردي أو الكرد في سوريا، ماذا تفعل مرتزقة الاحتلال التركي أو تركيا في النيجر أو في أذربيجان أو في ليبيا؟ لذلك هذه المسألة يحاول التسلق من خلالها الاحتلال التركي لتنفيذ أطماعه التوسعية، هادفا منها محاولة إعادة هيبة الدولة العثمانية القديمة، ومحاولة أيضا كسب أوراق سياسية ليضعها على طاولات المحافل الدولية وليكسب مواقف سياسية من قبل الأطراف الدولية أو حتى الاتحاد الأوروبي. لذلك هذا النهج العدائي العدواني أصبح واضحا للقاصي والداني، وأصبحت شعوب ومكونات إقليم شمال شرق سوريا تدرك الخطر التركي وتدرك النهج العدواني التركي وما يرمي إليه من هذه السياسة العدوانية ومن هذا القصف المتكرر للمدنيين والسياسة الإقصائية ومحاولة قصف المنشآت الحيوية، هادفا منها خلق حالة من التوتر والقضاء على حالة الأمن والاستقرار ومحاولة تشويه ما حققته الإدارة الذاتية ومنجزات الإدارة الذاتية ومنجزات المشروع الديمقراطي في إقليم شمال شرق سوريا. جزيل الشكر لهذه المداخلة، معنا من شمال شرق سوريا حسين عثمان، صحفي وعضو مجلس عام في اتحاد الإعلام الحر.